وزارة التربية إشكاليات كبيرة في التعليم الإلكتروني. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق، قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. وزارة التربية حتى الآن على مواعيدها المحددة بشأن الامتحانات، وستجري مباحثات وترفع توصيات وآليات إلى اللجنة العليا لإيجاد الحلول المناسبة. هنالك مناطق لا توجد فيها شبكات إنترنت، وكذلك هنالك شرائح من المجتمع لا تمتلك الإنترنت والأجهزة الحديثة، لذلك بات من الصعب اتخاذ هكذا قرارات وفي مثل هكذا أوقات. تجربة التعليم الإلكتروني حديثة وقليلة الاستيعاب لدى الكثير من الطلبة، وهذه هي السنة الثانية التي من الممكن أن يكون فيها التعليم إلكترونياً وعبر الوسائل المتاحة. الوزارة ستناقش الآليات مع خلية الأزمة، أما تأجيل الامتحانات أو إجراؤها بموعدها المحدد أو زحف جدول الامتحانات إلى يوم آخر، وهذا ما سيتم إبلاغ الطلبة والكوادر التدريسية به.